مرحبا طلاب الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بأتم صحة وخير. بدي أعرف عن حالي، اسمي المعلمة هنية أبو عرب من الناصرة، بعلم بالمدرسة الأنجليكانية موضوع الرياضيات بمستوى 4 وحدات ومستوى 5 وحدات في الثانوية. كمان مرة بدي أوضح إني بحب كتير موضوع الرياضيات، فعشان هيك محضرت لكم سلسلة الدروس. اليوم هو الدرس الثاني لسلسلة عن موضوع الدوال الأسية والقوى ومتبينات أسية لحد ما نصل لمرحلة حل أسئلة بقروت في مستويات 4 و5 وحدات. تعالوا نشوف شو بدنا نتعلم اليوم. درس اليوم بدنا نشرح فيه عن الدالة الأسية، وبدنا ناخد كذا أمثلة على متبينات أسية، وبدنا نوصل لحساب التفاضل للدالة الأسية. اخترت الدالة إلى القوة X، ولقدام أكتر نختار دوال أخرى. نبلش بمتباينات أسية. قبل ما نحل المتباينات بدنا نتعرف بالأول على الدالة الأسية اللي هي A للقوة X. شوية صفات عنها. انتبهوا إنه الـ A للقوة X هي الـ A أساس والإكس قوة، الأي ممنوع تكون واحد، لأنه إذا كانت واحد تصير واحد للقوة أي إشي يبقى واحد، والدالة واي بدها تبقى واحد. تعال نشوف شو صفات هاي الدالة اللي هي إيه للقوة إكس. هاي الدالة هي تصاعدية إذا الأي الأساس أكبر من واحد، وتنازلية لما الأساس كسر بين صفر وواحد. كمان مرة، كيف تتصرف الدالة لما الأساس أكبر من واحد؟ هي بتطلع تصاعدية من الشمال لليمين. وكيف بتتصرف الدالة لما الـ A كسر بين صفر وواحد؟ فهي بتنزل من الشمال لليمين. تعالوا نشوف أمثلة. طلعوا على Y يساوي 2 للقوة X، دالة أسية فيها الأساس 2 أكبر من واحد، وفي دالة اللي هي y يساوي نص x، نص للقوة x، فيها الأساس كسر بين صفر وواحد. تعال نحاول نرسم الدالتين ونوضح شو حكينا قبل، وين تهي تصاعدية وين تهي تنازلية. حضرنا جدول. الجدول كتبنا فيه الدالتين بالسطر الأول 2 للقوة x ونص للقوة x، وعوضنا محل الاكس مرة العدد ناقص واحد سالب، ومرة صفر، ومرة واحد، ومرة اتنين. انتبهوا الاكس عوضت عدد من الصغير للكبير، بلشت اعلى، ناقص واحد، صفر، واحد، اتنين. تعالوا نشوف الناقص واحد شو اعطاني جواب بالدالة واي يساوي اتنين للقوة اكس. اعطاني جواب نص. كيف؟ اتنين للقوة ناقص واحد بدها تصير نص. ننقل الاثنين للقوة ناقص واحد للمقام، فبتصير اتنين، واحد على اتنين اللي هي نص. تعال نعوض ناقص واحد في الدالة نص للقوة اكس. نص للقوة ناقص واحد هي اتنين. إذا عوضنا الصفر، اتنين للقوة صفر هي واحد، ونص للقوة صفر هي أيضا واحد، فالنقطة صفر واحد مشتركة. نعوض الاكس واحد في الدالة واي يساوي اتنين للقوة اكس، تصير اتنين للقوة واحد اتنين، وإذا عوضنا الاكس يساوي واحد في الدالة نص للقوة اكس، فنص للقوة واحد هي نص. آخر إشي الاكس يساوي اتنين، بدنا نعوضه أيضا في الدالة الأولى وفي الدالة الثانية. في الدالة اتنين للقوة اكس بتصير اتنين للقوة اتنين أربعة، بينما النص للقوة اتنين ربع. تعال نشوف شو عم نلاقي. الأجوبة فيها إشي مبين لي واضح. إذا أخذنا الدالة 2 للقوة X، كل ما إحنا كبرنا قيمة X، الدالة قيمتها أيضاً عم تعلى، عم تكبر. انتبهوا، الـ X كل ما عليات، انتبهوا أجوبة الـ Y يساوي 2 للقوة X، نص، واحد، اتنين، أربعة، عم نعلى. فهذا بيقول إنه الدالة Y يساوي 2 للقوة X هي دالة تصاعدية. وأكيد هاي النقطة هي 0.1. تعال نشوف الدالة y يساوي نص للقوة x. y يساوي نص للقوة x، كل ما زدنا أو علينا بالx، كل ما زدنا قيمة الx في التعويض، كل ما وطيت أو انخفضت قيمة y.
انتبهوا هنا من ناقص واحد لصفر لواحد لتنين صغرت قيمة واي من تنين لواحد لنص لربع. إذن كل ما شايفين هذا المحور كل ما زدنا قيمة إكس الدالة عمالها توطى تنزل، عشان هيك منقول الدالة تنازلية. هذا شرح لمثل إذا الدالة فيها الأساس كسر بين صفر وواحد هي تنازلية، وإذا الأساس أكبر من واحد هي تصاعدية. تعال نشوف إذن المتباينات الأسية. كلمة متباينة مش يساوي يا أكبر يا أصغر. فعندي من جهة اليسار A للقوة Fx، من جهة اليمين A للقوة Gx. بقولوا لنا إذا الـ A أكبر من واحد، إذا الـ A عدد أكبر من واحد، إذن لما الـ A للقوة Fx أكبر من A للقوة Gx فالـ F بدها تكون أكبر من G. وضحنا قبل شوي العلاقة. أما لما الـ A كسر بين صفر وواحد وكان عندي A للقوة Fx أكبر من A للقوة Gx فالقوة Fx هي أصغر من القوة Gx. نأخذ أمثلة. 3 تربيع هي أصغر من 3 للقوة 5. 3 هو أساس أكبر من 1. لما 3 تربيع قيمتها أصغر من 3 للقوة 5 شايفين أن القوة 2 أصغر من القوة 5. القيمة كلها أصغر، القوة أصغر. نيجي لإي للقوة 4 وإي للقوة 5. الإي أيضا هو العدد اللي حكينا عنه تقريبا 2.71 وعدد أكبر من 1. فإي للقوة 4 أصغر من إي للقوة 5، معناته زي ما شايفين بالفعل 4 أصغر من 5. نشوف المثل الثالث. نص للقوة 3 أكبر من نص للقوة 4. ملاحظين إنه النص للقوة 3 لما أكبر من نص للقوة 4 3 هي أصغر من الأربعة، عكس الإشارة. كمان مرة، قيمة النص للقوة 3 هي أكبر من نص للقوة 4 بينما القوة 3 أصغر من القوة 4 عشان الأساس بين 0 و 1. نفس الشيء الثلثين للقوة 2 أكبر من ثلثين للقوة 3. الثلثين هو كسر بين 0 و 1 فالقيمة هاي أكبر من هاي القيمة بالرغم من أنه القوة 2 أصغر من القوة 3، لأنه الكسر كل ما كبرنا قوته كل ما صغرت قيمته، بالذات إذا كسر بين 0 و1. كمان أمثلة. 2 للقوة X أكبر من 2 للقوة Y. الأساس 2، الأساس أكبر من 1، معناته القوة X أكبر من الـ Y. 4 للقوة A أصغر من 4 للقوة B. إذا عندي أنا 4 للقوة A أصغر من 4 للقوة B وشايف الأربعة هي أساس أكبر من 1، معناته القوة A هي أصغر من القوة B. المثالين الثانيات مع كسر الأساس بين 0 و 1. نص للقوة X أكبر من نص للقوة Y. بما أنه الأساس كسر بين 0 و 1 معناته القوة X أصغر من القوة Y. بنقلب الإشارة. نفس الشيء، ربع للقوة A أصغر من ربع للقوة B. الربع هو كسر بين 0 و 1 فالـ A أكبر من الـ B. نعكس الإشارة. لاحظنا أنه لما الأساس أكبر من 1 الإشارة للقوة تبقى مثل ما هي. لما الأساس بين 0 و 1 الإشارة بنعكسها من أكبر لأصغر ومن أصغر لأكبر. تعال نحل مثال لمتباينة أسية. 2 للقوة X أكبر من 8 للقوة 2 ناقص X. نرجع نقول أيضا هون عندي هدف أني أصل بالجهتين لنفس الأساس. واضح أنه 8 أهون لي أحولها ل 2 للقوة إشي. 8 هي 2 للقوة 3. فعندي بالجهة اليسار 2 للقوة X بضلها زي ما هي، فيش إيش أبسط فيها. من جهة اليمين 8 حولتها ل 2 للقوة 3 بين أقواس للقوة 2 ناقص X. فحسب قانون قوة القوة نرجع منقول 2 للقوة 3 ضرب 2 هي 6، و 3 ضرب ناقص X هي ناقص 3X. فصار عندي 2 للقوة X أكبر من 2 للقوة 6 ناقص 3X. شو مع الأساس؟ الأساس هو 2 و 2 أكبر من 1 والمتباينة عندي فيها أكبر. فبالفعل
التنين والتنين أساسات أكبر من واحد بننزل قوتهن مع نفس الإشارة، إذن الـ X أكبر من 6 ناقص 3 X، أصبحت متباينة من غير قوة. فالإكسات بجهة والأعداد بجهة، بيطلع عندي 4 X أكبر من 6 نقسم على 4، معناته X أكبر من 6 أرباع أي X أكبر من 1.5. تعالوا ناخذ مثال لمتباينة أسية ولكن هالمرة الأساس بين 0 و 1. مثال 3 أرباع للقوة 4 X ناقص 6 أصغر أو يساوي 9 على 16 للقوة X زائد 1. بنشوف عندي الأساس 3 أرباع بالجهة اليسار وعندي الأساس 9 على 16 بالجهة اليمين. تعالوا نفكر مع بعض، التسعة على 16 كيف ممكن أكتبها هي 3 أرباع للقوة إشي؟ منفكر مع بعض، التسعة هي 3 تربيع والستعش هي 4 تربيع، يعني ممكن إحنا نقول بدال التسعة على 16 3 أرباع تربيع، هي 9 على 16 كتبناها 3 أرباع تربيع والقوة X زائد 1 بقيت مضروبة في القوة 2. بالجهة اليسار نزلت نفس الصورة، صار عندي أنا الأساس 3 أرباع موجود بالطرفين فبدي أشتغل بالقوة، بس هنا بدي أنتبه منيح منيح إنه الأساس بين 0 و 1، معناته الإشارة اللي هون رح تنقلب، فبنزل 4 X ناقص 6 مع قلب الإشارة أكبر أو يساوي بتصير 2 X زائد 2، إذن متباينة عادية 4 X ناقص 6 أكبر أو يساوي 2 X زائد 2، إكسات بجهة وأعداد بجهة، 2 X أكبر أو يساوي 8 بنقسم على 2 فبصير X أكبر أو يساوي 4. برجع بعيد، 3 أرباع عندي أساس كسر، نزلت القوة مع إشارة معكوسة، شرحنا قبل واضح ايش السبب لقلب الإشارة. نطلع استراحة صغيرة ومنكمل.
يلا نكمل، أخذنا استراحة صغيرة. نأخذ مثال لدالة y يساوي جذر لخمسة للقوة 2 زائد x ناقص بين أقواس جذر الخمسة للقوة x زائد 2. تعال نشوف كيف بدنا نستعمل المتباين الأسية لإيجاد مجال تعريف هاي الدالة. في عنا جذر، معروف إنه اللي بقلب الجذر لازم يكون موجب أو صفر، فمننزل خمسة للقوة 2 زائد x ناقص خمسة جذر الخمسة للقوة x زائد 2 أكبر أو يساوي صفر. برجع بعيد، أخذنا كل اللي بقلب الجذر موجب أو صفر، نزلناه خمسة للقوة 2 زائد x ناقص جذر الخمسة للقوة x زائد 2 أكبر أو يساوي صفر. ملاحظة إنه الأساسات كتير هوين، هون أحولها لأساس خمسة وأنقل من جهة لجهة. خمسة للقوة 2 زائد x بقيت زي ما هي ناقص، وجذر الخمسة حولنا الجذر للقوة نص، فصار عندي النص ضرب الx زائد 2، فناقص خمسة للقوة نص في x نص x ونص في 2 واحد أكبر أو يساوي صفر. لاحظت إنه في عندي خمسة للقوة إشي ناقص خمسة للقوة إشي، بنقل الخمسة اللي قبلها ناقص خمسة للقوة إشي اللي قبلها ناقص للجهة اليمين، فبصير عندي أنا متباينة اللي فيها بالطرفين نفس الأساس. بدنا ننتبه منيح إنه الأساس هون اللي هو خمسة أكبر من واحد، إذا الإشارة ما منغيرها بالتبسيط للقوة. 2 زائد x أكبر أو يساوي خمسة نص x زائد واحد اللي هي القوة بالجهة اليمين. فمننقل الإكسات بطرف والأعداد بطرف. x ناقص نص x هي نص x، وواحد ناقص 2 هي ناقص واحد، فنص x أكبر أو يساوي ناقص واحد، الناتج بيكون x أكبر أو يساوي ناقص 2. ناقص واحد على نص هي ناقص 2. برجع بعيد بلخص شوي هذا المثل. إذن هنا وضحنا استعمال آخر لمتباينات أسية لإيجاد مجال تعريف دالة اللي هي جذر. أخذنا اللي بقلب الجذر أكبر أو يساوي صفر، لأنه مجال تعريف الجذر إنه بقلبه أكبر أو يساوي صفر، لكن اللي بقلبه نتج عندي لما حطيت أكبر أو يساوي صفر متباينة أسية، واشتغلت هنا على أساس إني أصل لنفس الأساس بطرفي المتباينة حتى نقدر نصل للجواب الصحيح. إذن الجواب طلع x أكبر أو يساوي ناقص 2. معنى هاي الدالة معرفة لكل الأعداد اللي أكبر أو يساوي ناقص 2. تعال نشوف، ننقل إسا لموضوع آخر اللي هو حساب التفاضل للدوال الأسية. مرقنا إحنا عن الدالة الأسية وتعرفنا كيف هي بتتصرف الدالة الأسية، وين تتصاعدية وين تتنازلية، أخذنا أنواع. فحساب التفاضل للدوال الأسية هون ركزت على الدالة y يساوي e للقوة x، وفي الدروس القادمة إن شاء الله بناخد e للقوة x وبناخد تمارين عليها. e للقوة x كتير بتيجي في تمارين، حتى في أسئلة البقروت لمستوى 4 و 5 وحدات. فعشان هيك تعالوا نبلش بالأساس لحساب التفاضل للدوال الأسية. إذا أخذنا الدالة y يساوي e للقوة x وبدنا نتعرف شو المشتقة تبعتها، إيه للقوة x مشتقتها تبقى مثل ما هي، مشتقة إيه للقوة x تبقى إيه للقوة x، لكن مشتقة إيه للقوة دالة هي بالفعل تبقى مثل ما هي، ولكن ضرب مشتقة القوة. إيه للقوة دالة مشتقتها تبقى مثل ما هي ضرب مشتقة الدالة اللي بالقوة. تعالوا ناخذ أمثلة. مثال أول، إيه للقوة 5x ناقص 2، كيف نعمل لها مشتقة؟ ذكرنا قبل شوي إنه هون القوة نتجت عندي أو مبينة عندي هي دالة 5x ناقص 2، فبنزل الإيه للقوة 5x ناقص 2 زي ما هي وبضربها في مشتقة القوة. شو مشتقة الـ 5x ناقص 2؟ مشتقة الـ 5x هي 5، مشتقة الناقص 2 0، إذن مشتقة القوة هي 5. 5 ضرب e للقوة 5x ناقص 2. تعالوا نشوف دالة أخرى اللي هي e للقوة 5 على x. e للقوة 5 على x ده تنزل بالمشتقة زي ما هي ضرب مشتقة القوة.
ولكن هون القوة 5 على x ننتبه منيح كيف مشتقتها. كتبت هيك على جنب حتى نتذكر مع بعض قانون مشتقة الواحد على x. واحد على x مشتقته ناقص واحد على x تربيع. معنى مشتقة 5 على x هي ناقص 5 على x تربيع. بعدين مضروبة في إيه للقوة 5 على x. الدالة زي ما هي. حطيت أنا اللون خصوصي عشان تعرفوا إنها بتنزل الدالة زي ما هي ضرب مشتقة القوة. والقوة هون 5 على x. نتذكر القانون هاد حتى نقدر نعملها مشتقة. يعني الخمسة عدد ثابت بنزل زي ما هو، وواحد على x مشتقته ناقص واحد على x تربيع. المثل الثالث f x يساوي e للقوة جذر 3x. الدالة اللي حطيتها باللون الأخضر بتنزل زي ما هي بالمشتقة، لكن ضرب مشتقة القوة. مشتقة القوة هي مشتقة جذر. جذر 3x بذكرني في القانون جذر ل f x. تعال نشوف شو مشتقة جذر ال f x. جذر ال f x مشتقته f تاج x على 2 ال f x. بدي هذا القانون أمشيه وأطبقه على القوة جذر 3x. تعال نشوف شو مشتقة جذر 3x. جذر 3x هي مشتقة 3x اللي هي 3 على 2 جذر 3x. إذا 3 على 2 جذر 3x هي مشتقة القوة ضرب الدالة E للقوة جذر 3x زي ما هي. هيك تعرفنا على أمثلة عديدة لإي للقوة دالة ومشتقتها. كمان مثال fx يساوي 4x ناقص 4 ضرب e للقوة x على 2. صار عندي دالة ضرب دالة. دالة مش أصية ضرب دالة أصية. تعالوا مع بعض نشوف كيف بدنا نعملها مشتقة. مشتقة الx الـ fx بدها تصير مشتقة لضرب. مشتقة الدالة الأولى في الثانية زي ما هي زائد مشتقة الدالة الثانية في الأولى زي ما هي. يعني مشتقة الـ 4x ناقص 4 ضرب الدالة e للقوة x على 2 زي ما هي زائد مشتقة الـ e للقوة x على 2 في الدالة الأولى زي ما هي. السطر الثالث بدنا نكمل تبسيط المشتقة. ف4x ناقص 4 شو مشتقتها؟ بالفعل 4 ضرب الدالة الثانية زي ما هي e للقوة x على 2 زائد شو مشتقة e للقوة x على 2؟ تنزل زي ما هي زي ما شايفين ضرب مشتقة القوة. شو مشتقة x على 2؟ اكتبوا هون الـ x بالباسط. x على 2 هي نفسها نص x. يعني لما بقول شو مشتقة الـ x على 2 كأني بقول شو مشتقة النص x. هي نص. إذا نص ضرب e للقوة x على 2 ضرب الدالة الأولى زي ما هي. هذا القوس نزل زي ما هو الدالة الأولى وعملت فقط مشتقة للدالة الثانية. تعالوا نشوف شو نتج عندي بهذا السطر. شايفة إنه الـ e للقوة x على 2 مكررة هون وكمان هون. أها. وغير عن هيك بقدر أنا أطلعها بريت قوس، بس قبل النص بقدر أضربه في الكسر، نص بقدر أضربه في القوس 4x ناقص 4 وبيصير 2x ناقص 2. تعالوا نطلع الـ e للقوة x على 2 مشترك خارج قوس زي ما شايفين هون. فتحنا قوس لما تبقى. بقي من هون الأربعة وبقي من هون القوس 2x ناقص 2. إذن الـ e للقوة x على 2 بقيت خارج القوس، والقوس بسطته أكتر فنتج 2x زائد 2. إذن الدالة 4x ناقص 4 ضرب e للقوة x على 2 مشتقتها e للقوة x على 2 ضرب 2x زائد 2. كمان مثال e للقوة ساين 5x. هون برضو القوة فيها دالة مثلثية ساين، فكتبت على جنب تذكير لمشتقة الساين. مشتقة الساين لx هي
هي كوساين اكس، ولكن مشتقة ساين الدالة هي كوساين للدالة ضرب مشتقة الدالة الداخلية. كمان مرة بعيد، مشتقة ساين الدالة هي كوساين الدالة ضرب مشتقة الدالة الداخلية. إذا شو مشتقة الـ إي للقوة ساين 5X؟ تعال نشوف. الدالة إي للقوة بتنزل زي ما هي، زي كيف التمارين السابقة، ولكن بدي أضربها في مشتقة القوة. مشتقة القوة عندي هي ساين لدالة، فحسب هذا القانون بنعمل مشتقة القوة ساين 5X. شو مشتقة ساين الـ 5X؟ حكينا هي كوساين الخمسة اكس ضرب الخمسة اللي هي مشتقة الأوس، مشتقة الدالة الداخلية اللي بقلب الأوس. كمان مرة، ساين خمسة اكس مشتقتها كوساين خمسة اكس ضرب خمسة، ونزلت الإي للقوة ساين خمسة اكس زي ما هي. المثال السادس، اف اكس يساوي تنين إي للقوة ثلاثة اكس على اكس. هون عندي قسمة بين دالتين، دالة 2E للقوة 3X والدالة X اللي بالمقام. فإذا مطلوب مني مشتقتها بدي أستعمل قانون القسمة في المشتقة. قانون القسمة هو في المشتقة، ومشتقة القسمة منقول هيك: مشتقة البسط ضرب المقام زي ما هو، ناقص مشتقة المقام في البسط زي ما هو على المقام تربيع. طيب شو مشتقة البسط؟ هي كتبت مشتقة البسط في المقام زي ما هو ناقص مشتقة المقام في البسط زي ما هو على مقام تربيع. نمشي خطوة خطوة، نبلش في مشتقة 2 ضرب E للقوة 3X. شو مشتقة 2 ضرب E للقوة 3X؟ 2 بالفعل عدد ثابت بنزل ضرب دالة، مشتقة E للقوة 3X تنزل الإي للقوة 3X زي ما هي ضرب مشتقة قوتها ضرب 3. يعني نتج عندي أنه مشتقة الدالة اللي بالبسط هي 2 ضرب 3 إي للقوة 3X. كلها هاي ضرب المقام زي ما هو، المقام X بقي المقام X زي ما هو، ناقص مشتقة المقام يعني مشتقة الX اللي هي 1 ضرب البسط زي ما هو، البسط 2 إي للقوة 3X على المقام تربيع. تعالوا نشوف شو نتج، شو شايفين. انا حطيت باللون الازرق اي للقوة 3X واي للقوة 3X، معناته انا شايفة اي للقوة 3X موجودة مرتين. بنفع اطلعها بريت قوس واخلي بقلب القوس ما تبقى بالبسط. تعالوا نشوف اي للقوة 3X خارج قوس، فتحنا قوس، شو بقي بهاي الجهة؟ بقي عندي 2 في 3 في X يعني 6X. وشو بقي إذا زحت الإي للقوة 3X لبريد قوس؟ بقي عندي ناقص 2، هي نزل على المقام تربيع زي ما هو. إذا المشتقة جواب نهائي لها هو إي للقوة 3X ضرب القوس 6X ناقص 2 كلها على X تربيع. تعالوا نحل مع بعض سؤال. الدالة الأسية E للقوة 2X ناقص 4، معطى معي هاي الدالة، ومعطى كمان إنه ميل المماس للدالة في النقطة A هو 2E. يعني عندي هاي الدالة مارق منها مماس بمسها في نقطة A، وميله للمماس اللي مارق في النقطة A هو 2E، هذا هو ميل المماس. ألف بطلب جد إحداثيات النقطة A. طيب إذا إحنا بنعرف إنه الA هي نقطة التماس، المماس مارق منها بميل 2E، وتعلمنا إنه ميل المماس هو المشتقة، هو مشتقة الدالة في هاي النقطة. فمعناه شو نعمل؟ انتبهوا منيح إنه الميل معطى 2E، لكن المشتقة بدي أعملها، بدي ألاقيها. فتعالوا مع بعض، الدالة Y يساوي E للقوة 2X ناقص 4 نعملها مشتقة. منشوف إنه الإي للقوة 2X ناقص 4 بتنزل زي ما هي ضرب مشتقة القوة. شو مشتقة القوة؟ مشتقة 2X ناقص 4 بالفعل اللي هي 2، إذا نتجت المشتقة 2 ضرب إي للقوة 2X ناقص 4. بنمسك المشتقة بننزلها
نحط مساواة مع ميل المماس، لأنه حكينا إنه ميل المماس والمشتقة بيساووا بعض، والناتج منهن X للنقطة A اللي هي نقطة التماس. فتعالوا نبسط أكتر، 2 مع 2 بتروح، إذا قسمنا الطرفين على 2 بيبقى عندي E للقوة 2X ناقص 4 يساوي E، E لحالها وكأنها E للقوة 1. فعندي هنا معادلة قصية، الأساس E والأساس E، بمسك القوة متساوية لأنه الأساسين متساويين، فبنتج إنه 2X ناقص 4 يساوي 1. إكسات لحال وأعداد لحال، فبنوصل ل2X يساوي 5. إذا بنقسم على 2 بصير عندي جواب X يساوي 2.5. شو حكينا هاي الX؟ هاي الX هي طبعاً الX إحداثي X لنقطة التماس، وإذا طالبين جد إحداثيات النقطة فمش بس الإكس، بدي كمان الواي تبعتها. لقينا الإكس 2.5، منمسكها ومنعوضها في الدالة لإيجاد الواي، يعني هاي الإكس بدي أحطها 2.5. تعالوا نشوف. إذا حكينا لازم كمان مش بس نلاقي الإكس، نلاقي إحداثي واي للنقطة A عشان تكون كاملة، إكس فاصلة واي. الدالة منعوض محل الإكس فيها 2.5، فبصير عنا 2 ضرب 2.5 ناقص 4، E للقوة 5 ناقص 4 يعني E للقوة 1. E للقوة 1 هي قيمة الواي في الإكس 2.5، معناته منقدر نكتب نقطة التماس هي 2.5 فاصلة E. قسم با شو طالب بالسؤال؟ نلاقي معادلة المماس اللي مارق بهاي النقطة A. عندي كان دالة مارق منها مماس بمسها في نقطة معينة اللي هي A، لقينا إحنا هاي النقطة A موجودة في الدالة وموجودة أيضا في المماس، فهي نقطة مشتركة وطالبين مني ألاقي معادلة المماس. طب شو هو المماس؟ بالفعل هو دالة خطية. طب دالة خطية بصف تاسع كيف كنا نلاقي معادلتها؟ أو عن طريق نقطتين أو نقطة وميل. تعالوا نشوف، هنا معطى معي الA، هاي نقطة موجودة لقيناها في قسم أ فهي موجودة في المماس، وميله للمماس ما هو معطى الميل 2E، فصار عندي أنا نقطة وميل. إذا خط مستقيم، معادلة خط مستقيم بقدر ألاقيها عن طريق نقطة وميل. المعادلة الخطية المعادلة الخطية y يساوي mx زائد n، فيها بنقدر نعوض الواي اللي هو E، الإكس اللي هو 2.5، الأم الميل المستقيم اللي هو 2E. بهاي الحالة منلاقي الأن وبنرجع نكتبها من جديد كمعادلة المماس. تعالوا نشوف، واي صارت E اللي هي الواي تبعت النقطة A، هي 2E هو الميل المضروب في الإكس بهاي المعادلة، واضح بهاي الدالة. 2.5 هي الإكس تبعت الA، زائد ان الان البارامتر منلاقيه، مننقل 2E ضرب 2.5 هي عمليا 5E، E ناقص 5E ناقص 4E، فهيك لقينا احنا الان قديش ناقص 4E. نمسك الان ومنمسك الام اللي هو الميل مع الان، منلاقي معادلة المماس بالصورة Y يساوي 2EX ناقص 4E. ناخد كمان سؤال، الدالة FX يساوي XE للقوة ناقص X. كمان مرة، الدالة FX يساوي X ضرب E للقوة ناقص X. ألف شو طالب بهذا السؤال؟ جد قيمة X اللي بحقق إنه الأف تاج للX المشتقة، يعني مشتقة الأف لازم تكون صفر. بدهن أشوف الX اللي تحقق المشتقة يساوي صفر. إذا الحل تبع ألف نعمل مشتقة للدالة، تعالوا نعملها مع بعض نفكر فيها. الدالة أصلا هي X ضرب E للقوة ناقص X، عندي دالتين X مضروبة في E في دالة E للقوة ناقص X، إذا نعمل مشتقة الضرب. مشتقة الضرب شو بنعمل؟ مشتقة الأولى مشتقة الإكس هي 1 ضرب الدالة الثانية زي ما هي
تنزل زائد مشتقة الدالة الثانية اللي هي ناقص إي للقوة ناقص إكس في الدالة الأولى زي ما هي. واضح؟ كمان مرة عملنا حساب مشتقة الضرب، مشتقة الدالة الأولى في الثانية زي ما هي زائد مشتقة الثانية في الأولى زي ما هي. شو الناتج؟ واحد ضرب إي للقوة ناقص إكس بتضل إي للقوة ناقص إكس. واضح؟ والناقص ضرب إكس هي ناقص إكس للإي للقوة ناقص إكس. إذن إي للقوة ناقص إكس ناقص الإكس إي للقوة ناقص إكس يساوي صفر. لاحظنا إنه الإي للقوة ناقص إكس موجودة هون وموجودة هون، فبقدر أطلعها بريت أوس وأخلي بقلب الأوس ما تبقى. تعالوا نشوف، إذا طلعنا إي للقوة إكس من هون ومن هون لبرا، بقي من هون واحد لأنه هون كأنها مضروبة في واحد، وبقي من هون ناقص إكس، إذن بقلب الأوس بيبقى واحد وناقص إكس. اها صار عندي اي للقوة ناقص اكس ضرب اوس يساوي صفر. ايش اللي بخلي اشي في اشي يساوي صفر؟ يا الاي للقوة ناقص اكس هي الصفر، يا اما الاوس واحد ناقص اكس هو صفر. اي للقوة ناقص اكس وين تهي صفر؟ فكروا منيح، الاي ذكرنا انها قريبة او بالاحرى تقريبا 2.71. تخيلوا 2.71 للقوة اشي، هل ممكن يكون صفر؟ أي عدد موجب للقوة إشي لا يمكن يكون صفر، فالجواب فصل خالي. تعالوا نشوف الأوس، واحد ناقص إكس يساوي صفر، وين هذا الأوس بصير صفر؟ بالفعل لما الإكس واحد. إذن لقينا إنه الإكس واحد هي النتجت من المشتقة يساوي صفر. إذن ألف لما سألني جد قيمة إكس اللي يحقق أفتاج إكس يساوي صفر أو المشتقة يساوي صفر، وجدنا قيمة إكس. إذن منحل على قد السؤال. شو طالب قسم ب؟ ما هو نوع النقطة القصوى اللي حصلنا عليها في البند ألف؟ تعالوا نشوف، في البند ألف الجواب كان X يساوي واحد. بدنا نشوف نوع النقطة القصوى، بنحطها في جدول، بنشوف شو المشتقة قبلها وبعدها، نختار عدد أصغر من الواحد، صفر مثلا، كل طالب يقدر يختار العدد اللي بده إياه. عدد أكبر من واحد ممكن نختار اثنين، كل ما كان العدد اللي بنختاره أسهل عشان نعوضه في المشتقة. وبدنا نعرف هل المشتقة بالتعويض تبع هذا العدد هل هي قيمتها موجبة أم سالبة. تعالوا مع بعض، لما اخترنا صفر ومنعوضها في المشتقة، المشتقة كتبتها من جديد هون، إيه للقوة صفر واحد ضرب واحد ناقص صفر واحد، واحد ضرب واحد واحد، قيمة موجبة. لما قيمة المشتقة موجبة الدالة الأصلية تصاعدية، إذا قبل الواحد في عندي الدالة عم تطلع. تعالوا نشوف بعد الواحد، بعد الواحد إذا اخترنا العدد الرقم 2 منعوضه في المشتقة بنتج عندي جواب سالب. حطوا 2 محل الإكس هون ومحل الإكس هون، صار عندي إي للقوة ناقص 2 ضرب 1 ناقص 2. إذا عندي عدد موجب ضرب عدد سالب، فالجواب سالب. سالب يعني الدالة الأصلية تنازلية. طيب إكس واحد إذا قبله الدالة طالعة وبعده نازلة، إذن هو ماكسيموم. تعالوا نشوف الواي تبعت الواحد، الواي تبعت الواحد هي عمليا الإكس واحد نعوضها في الدالة الأصلية. كتبنا الدالة الأصلية هون، منحط محل الإكس العدد واحد، فبصير واحد ضرب إي للقوة ناقص واحد، والإي للقوة ناقص واحد مننزلها للمقام حتى تصير قوتها موجبة، تصير واحد على إي. فالناتج عندي إنه النقطة الماكسيموم اللي إحنا لقيناها 1.1 على إي، لقينا إحداثي إكس ولقينا إحداثي واي. قسم جيم كان طالب وين الدالة بأي مجال تصاعدية وبأي مجال هي تنازلية. فمن الجدول شفنا طبعاً الأسهم، السهم وين تطالع للدالة وين تنازل، هذا بدلني إنه الدالة تصاعدية لكل X أصغر من واحد، والدالة تنازلية لكل X أكبر من واحد. إذن حل جيم تصاعدية في المجال X أكبر من واحد، تنازلية في المجال X أكبر من واحد. أنهينا الدرس لليوم، بتأمل إنكم استفدتوا وفهمتوا، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله.